السلام عليكم في موجز الأخبار من قناة بلدنا، أهلا بكم. غض مغاضي محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 89 طلبا لرئيس القضاء لإعفائه من مطابعة القضية، وربعت الجلسة إلى 10 أغسطس القادم لحين بت رئيس القضاء المكلف في طلب الإعفاء. وأوضح القاضي في حيثيات قراره أنه غرر ربع الجلسة لمدة 2 أسبوع لمنح السيد رئيس القضاء وقتا كافيا للبت في طلب تنحيته من منصبه، فإن لم يستجب لطلبه سوف يعاود في الجلسة القادمة بعد 2 أسبوع لمواصلة محام عمله. اتفق السودان ومملكة البحرين على التبعيل الفوري لمذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والصحي والنقل الجوي والتعاون المصرفي بين البلدين. وقالت وزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق المهدي في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر صباح اليوم أن الطرفين اتفقا خلال المباحثات الثنائية بين السودان والبحرين على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والبدء فورا في تبعيل مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الاقتصادية والتجارية الصحي والنقل الجوي والتعاون المصرفي. ارتفع إيراد النيل الأزرق اليوم إلى 452 مليون متر مكعب عند محطة الديم على الحدود السودانية الأثيوبية. وكان إيراد النيل الأزرق قد سجل يوم أمس 400 مليون متر مكعب، فيما تجاوز إيراد نهر عطبرة 200 مليون متر مكعب، وذلك بحسب بيان الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية اليوم. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.